السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم حقيقة تجنيس قطر لاعب المنتخب الوطني الجزائري محمد بن يطو. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن أثارت العديد من الصفحات والتقارير الصحفية الجدل بخصوص أن منتخب قطر قام بتجنيس لاعب المنتخب الوطني الجزائري محمد بن يطو، وهذا من أجل المشاركة معهم في المونديال المقبل والذي سيلعب أيضا على الأراضي القطرية بعد أقل من 50 يوم. وبالنسبة لتجنيس اللاعب فهذا الأمر غير صحيح وتبقى مجرد أكاذيب وتداعيات، خاصة وأن اللاعب محمد بن يطو خرج بتصريحات جاء فيها تجنيس بالجنسية القطرية مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.